هذه هذا الشهر الشريف، هذه الأيام حقيقة من الأيام التي يطور الإنسان فيها نفسه من خلال الأخلاق، يقوي أخلاقه، يبدئ الحسنات إلى الآخرين، ويعلم الناس أيضاً فضلاً عن يتعلم بنفسه، يعلم الناس التراحم والتوادد، يحاول أن يكون صادقاً مع نفسه. ولعله يوفق الى ان يكون من عباد الله الصالحين الذي يباهي الله تبارك وتعالى به ملائكته هذا شهر ندبت اليه قضاء الحوائج ندبت اليه ندب اليه البر الى الناس ندب اليه اشراك الناس بالدعاء وخصوصا نحن في بلاء والدعاء يرد البلاء ولو ابرم ابراما كما في الروايه الشريفه الانسان مع غض النظر ساتي الى نقطه اخرى ان شاء الله بعد ذلك، مع غض النظر عن الاسباب الطبيعيه للبلاء. مع غض النظر الاسباب الطبيعيه تُحفظ لكن طريقه تعاملنا مع البلاء كيف تكون؟ لاحظوا البلاء ياتي على الجميع. طريقه التعامل مع البلاء كيف تكون؟ هذه نقطه مهمه ونقطه جوهريه في علاقه الانسان مع الله تبارك وتعالى. اذا حل بنا البلاء كيف نستقبل البلاء؟ نستقبله بحاله من الياس، حاله من الاحباط او نستقبله بادوات الاستعداد التي هيئت او التي هيئناها. قطعا نستقبلها بادوات الاستعداد التي هيئناها. من جمله الادوات نحن ان نقبل على الله تبارك وتعالى. نتقيد كما سأبين بعيد ذلك نتقيد بما يقول فيه اهل الاختصاص وايضا نكمل ذلك بمقتضى عقيدتنا بمقتضى التزامنا بمقتضى معرفتنا بان الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء فلا بد ان نتعامل مع كل الاشياء وفق مخزوننا المعرفي وفق مخزوننا الديني وفق مخزوننا العقدي نتعامل مع هذا يخفف عنا ولعله يرفع عنا البلاء. على كل حال اخواني انا احببت ان ادخل الى يعني هذه البدايه المباركه من شهر رمضان المبارك لتعزيز هذا المفهوم القرب الى الله تبارك وتعالى عسى الله تعالى أن, يشمل ان يشملنا برحمته التي وسعت كل شيء ان شاء الله تعالى